لو انتصر هؤلاء الغزاة علينا، وحينها سأكفر بهم جميعا. أهذا رأيهم فينا؟ إذن اقتلوا من يصادفكم من الرجال واستحيوا النساء. استحيوهم لنا. بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. شخصية اليوم سيدة كريمة، وأم نبي حليم، وزوج نبي كان أمة واحدة، امرأة كانت بركة على خليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه السلام منذ أول يوم وهبها ملك مصر لزوجة نبي الله إبراهيم السيدة سارة رضي الله عنها. وصفها التاريخ بأنها أم العرب العدنانيين، وهي تمثل بحق صورة رائعة للأم في حنوها، وللزوجة المطيعة المؤمنة القوية. أخلصت النية لله عز وجل، فرعاها ورزقها وطفلها من حيث لا تحتسب. كانت تلك السيدة وستظل نموذجا رائعا للمؤمنة الصابرة الواثقة بالله تعالى. إنها السيدة هاجر المصرية، زوجة خليل الله إبراهيم عليه السلام، وأم نبي الله إسماعيل عليه السلام، وأم العرب، وأم خير أمة أخرجت للناس. كانت السيدة هاجر أميرة مصرية، شقيقة الملك المصري سنوسرت. مولاتي، ما لي أراك شاردة هكذا؟ قالت هاجر: أتأمل ما حولي من خيرات أنعمت بها الآلهة علينا، وأختزن صورها في ذاكرتي كي أعيش على ذكراها حين تذهب بعيدا عني، أو أذهب أنا بعيداً عنها. الغزاة يجوثون خلال الديار، وتتساقط القلاع والحصون الواحد بعد الآخر، وما يأتينا من أخبار لا ينبئ بالخير. ولكن أميرنا الشجاع يبلي بلاءً حسناً مع الجنود، ولن يسمح لهؤلاء الغزاة أن يدنسوا أرض منفي المقدسة. قالت هاجر: ترى هل سأراك ثانية أيها الأمير الحبيب؟ أيتها الآلهة العظام، إننا معكم فكونوا معنا. أيها الإله العظيم بتاح، كن معنا وانصرنا على أعدائنا وأعدائك. أيها الإله الطيب، أيدنا بنصرك كي لا يعبد على أرض مصر غيرك. كن معنا أيها الإله الأعظم بتاح، ولا تكن علينا. أيتها الأميرة المبجلة، لقد انتظرتك الآلهة كما تعودت لتقدمي لها القرابين وتطلقي البخور وتدعي بالنصر لأميرنا المحبوب. قالت هاجر: لو كنت أعرف أين تلك الآلهة لذهبت إليها ولقدمت إليها أغلى وأنفس القرابين. مولاتي، إن الآلهة في معابدنا ترعانا. قالت هاجر:
ولماذا هي غافلة عنا إذن؟ ألم تصلها أخبار الجيش الذي يتقهقر أمام الأعداء؟ لماذا تخلت عنا الآلهة ولم تنصرنا؟ رفقا بنفسك يا مولاتي، إن بتاح العظيم لن يتخلى عنا وسينصرنا على أعدائنا. قالت هاجر: قل لي أيها الكاهن، أليس بتاح هو إله الأرض؟ بلى يا مولاتي. قالت هاجر: كيف سمح إذن أن يطأه الغزاة بأقدامهم؟ كيف قبل أن يدنس الهكسوس وجهه؟ مولاتي، إنك لتقولين قولا عظيما. قالت هاجر: ليت السماء تنطبق على الأرض قبل أن يحيق بنا الذل والعار. لو انتصر هؤلاء الغزاة علينا فسيطؤون بأقدامهم وجوه تلك الآلهة، وحينها سأكفر بهم جميعا. قالت هاجر: ماذا وراءك أيها الجندي؟ وما الذي دعاك إلى ترك أميرك؟ تكلم، فوجهك لا ينبئ بخير. مولاتي، لقد أرسلني مولاي الأمير لأصحابك خارج منف. قالت هاجر: ولما؟ لماذا خرجت يا نذير الشؤم؟ لم يستطع الجيش الصمود أمام الغزاة. قالت هاجر: وأميرك؟ متحصن على باب منف ومعه ثلة من الجنود. فلتسرعي بالرحيل من هنا يا مولاتي. قالت هاجر: اذهب أيها الجندي وقاتل مع أميرك، فخير لي أن أموت أميرة على أرضي. انصرف أيها الجندي. أيتها الآلهة، هل كتب على بلادنا الخراب؟ إذن فنعي يا قلبي على الأرض التي فيها نشأت، واضرفي الدمع يا عين، وابكي سيدي وحبيبي ومولاي كما بكت إيزيس حبيبها أوزوريس. كفكي في دمعك يا مولاتي، فمولاي هناك يقاتل مع جنوده الشجعان. قالت هاجر: قلبي يحدثني أني لن أراه ثانية. إنه في رعاية الآلهة وستنصره. قالت هاجر: لا أقتلن نفسي لو تخلت عنا الآلهة وقتل مولاي. وماذا يقول المصريون أيضا؟ يعتقدون أن الآلهة اصطفتهم عن باقي البشر. وماذا عن الآخرين أيضا؟ يقولون إنهم من نسل أعداء الآلهة. فلما تخلت عنهم آلهتهم إذن؟ أيسمح لي مولاي أن أقول ما يقول المصريون فينا؟ قل، قل يا رجل، فأقوالهم تثير ضحكي. يقولون إنهم الناس وحدهم، أما نحن فبرابرة قساة غلاظ الأكباد. أهذا رأيهم فينا؟ إذن فلن أخلف ظنهم. اقتلوا من يصادفكم من الرجال واستحيوا النساء. استحيوهم لنا. الهكسوس! الهكسوس! انقذوا بحياتكم! انقذونا! الهكسوس قادم! النجدة! النجدة! يا ويلنا! الهكسوس! يا ويلنا!
هيا اقتلوا من يصادفكم من الرجال واستحيوا النساء، ملكنا لا يريد إلا النساء. هيا النجدة النجدة، اتركني اتركني، دعني هجاني، دعني دعني، انقذينا يا دلالة. مولاتي مولاتي، الهكسوس الهكسوس دخلوا منف يا مولاتي. انجي بنفسك أيتها الأميرة، انجي بنفسك. وقفت هاجر في شرفتها شامخة وعلى رأسها التاج، ترجو أن تصيبها طعنة خنجر أو يستقر في قلبها سهم لتستريح من ألم الروح وعذاب النفس. فقد أبغضت الحياة وامتلأ قلبها كرها لآلهتها جميعا، تلك الآلهة التي تخلت عنهم ومكنت الغزاة منهم. انظروا، ها هي الأميرة الأميرة، هيا اذهبوا إليها. أطبق الجنود على الأميرة هاجر وأخذوها أسيرة، فصارت وسط السبايا كثيرة الفؤاد، وأخذت تنظر إلى ما حولها من شجر وطير وتقلب وجهها في السماء، فإذا بها تحس لأول مرة حقيقة طالما سمعتها من الكهان أن الإله يحل في كل شيء، في الشمس والقمر والنجوم والشجر، في الدواب والطير، إنه في كل الناس. أيكون ما يعبد قومها باطلاً ومحض أوهام؟ دخلت هاجر على الملك وهو جالس على العرش المسلوب. دخلت شامخة مرفوعة الرأس تحاول جاهدة أن تبدو في أعين أعدائها كما كانت دائما شامخة، أميرة مصرية، سيدة القطرين. كانت شابة جميلة لم تتجاوز 25، زادها جمالا الابتسامة التي ارتسمت على وجهها النبيل. انزعوا عنها هذا التاج، إن أميرك قد قتل أيتها الحسناء، لقي مصرعه على أيدي جنودي. هذا مصير كل من يقف في طريقي. خذوها خذوها وضموها إلى جناح الحريم. قالت هاجر، ما أشبهني بهذا النجم الساقط من أعلى السماء. آه يا من كنت بالأمس أميرة وأصبحت الآن عبدة ذليلة، لما تخليت عنا أيتها الآلهة؟ أف لك أف لك من آلهة. انتهت أيام منف ولياليها وانقضت أيام المجد، تلاشى كل شيء، أفل نجم هاجر سيدة القطرين الأميرة الجميلة، صار كل ذلك ذكرى في جوف الزمن. لم تعد هناك إلا هاجر الجارية المصرية. ولقصة هاجر بقية نكملها في الحلقة القادمة. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.